هذا يقول إني وجدت في كتاب الروح لابن القيم إن الأموات يعلمون بأحوال الأحياء أو بأعمال الأحياء. نقول هذا من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله. أحوال البرزخ وأحوال القبر من أمور الغيب ما نقول فيها إلا بدليل من الكتاب والسنة. فإذا جاء دليل إن الأموات يعلمون بأحوال أو بأعمال الأحياء فنقول هذا ثابت. أما إذا لم يرد دليل فنحن لا نقول إلا ما دل عليه الدليل، سواء قال ابن القيم أو غيره، لا بد من دليل. نعم.